طلاق النوم مفيد للشريكين وينقذ العلاقات الزوجية، عبارة قد تبدو غريبة وربما يستهجنها البعض، لكن هذا ما أكدته تقارير سيكولوجي توداي التي أوضحت أن معاناة الزوج أو الزوجة من اضطراب النوم يؤثر سلبيا على مشاعر التقدير والامتنان لدى الشريكين. فالأفراد الذين يعانون من اضطراب النوم مثلا لأسباب صحية أو بسبب بعض العادات كشرب الكافيين واستخدام الهاتف في ساعات متأخرة كانوا أقل تقديرا وامتنانا تجاه شركائهم وأكثر أنانية مقارنة بأولئك الذين ينامون بشكل جيد. ولا ننسى أن هنالك عوامل أخرى تؤثر سلبا على النوم كدرجة الحرارة، حرارة الغرفة طبعا، والشخير وغيرها. تقول الطبيبة النفسية الأمريكية ستيفاني كولير: نحن نعلم أن الأزواج عندما لا يحصلون على قسط كاف من الراحة يتجادلون أكثر ويكونون أكثر انفعالا ويفتقدون التعاطف فيما بينهم. وتعتقد في هذه الحالة أن طلاق النوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على علاقة أكثر صحة وإيجابية.